لملف اخر. قانونا يا معالي المستشار، ما راي القانون في مساله ضرب الزوجه؟ القانون بيجرم اي مساس بجسد اي انسان وبيجرمه ده بدايه اهي كويسه اهي، وبيعاقب عليه بعقوبات الغرامه او الحبس. ده بدايه يعني. اما في مساله ضرب الزوجات برضو، معلش النهارده يعني هتبقى محاكمه لحضرتك باعتبارك مجازا ممثل الشيوخ في الحلقه يعني، مش عارف دايما تنضرب. لكن بنسمع بعض اراء الاعلاميين والاعلاميات، مش عايز اقول اسماء عشان انت محرج عليا ما اقولش اسماء، فاهمني؟ كلهم زملاء اعزاء طبعا. طيب هم فوق دماغنا. طبعا. بيحرضوا الستات مجرد اي اهانه او اي لمسه او الزوج ضربها، ازاي يضربك؟ ازاي يهينك؟ ايوه بس الفصل. انت قبل الفاصل قلت لي انا مع ضرب الزوجه في اماكن معينه، يعني في اسف في موضوعات معينه. انا بقول انا مش ضد، انا ضد الايذاء بوجه عام وضد الاهانه بوجه عام. لكن انا عايز افهم الزوجه ان الضرب هو حق للزوج. بعض بقى الشيوخ حق بيقولوا حق للزوج حق قانوني. للزوج ازاي يا استاذ؟ قانوني. لحظه واحده، يعني ترضى ان بنتك تيجي لك مضروبه؟ ثواني انا كملت كلامي. انا بقول لك اهو كلامي. اتفضل. طيب ماشي. لو كان اللي هو ده السبيل الوحيد، وانا هاخد كلامي برضه من الدين، هو بالدين يعني. ممنوع بقى كلامي بالدين مش ممنوع. لا ممنوع، لان فتوى الازهر قالت ان واهجروهن واضربوهن. حلو قوي. في الترتيب اللي حضرتك تعرفه قالك باللي يقدر. قال لك اضربوهن على طول، بلاش اضربوهن على طول برضه. يعني الدين بيقول، يعني في الدين بيقول ما تضربش. لا الدين بيقول ايه يا فندم؟ ما تضربش. ما تضربش. الرسول بص بقى يعني كلمه اضربوهن في القران بيحرفوها، يقول لك اضربوهن. لا واضربوهن دي حاله. ابوك اكمل بس فكرتي. مش تسمعش الكلام وروح اضربها. اكمل فكرتي. بس الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيضرب السواك. لا ما حصلش خالص. ده مشهور عند الناس وده ما حصلش اصلا. ما حصلش. مفيش غير واقعه واحده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت السيده عائشه رضي الله عنها: فلهذني لهذة فاوجعتني. بس خبطها في صدرها كده. بس مش ضرب ده. لا مش ضرب. مش ضرب. لا مش ضرب بسلك الشاحن وضرب بالشلاليت وضرب بالبنيات. لا بعد كده تقول باسم الدين. انا ما بقولش كده. ده اللي بيحصل. لا حضرتك انت لا انا بتكلم كلام واقعي مش كلام كتب. طب بص كلام كتب يا استاذ ايوه. استاذ مصطفى يا استاذ مصطفى اللي بيضرب واحده النهارده بيضربها بسواك. لا 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 بص انا هخليك ترد. كمل يا استاذ كمل. اولا لازم نفهم الستات ان الزوج ليه حق الضرب، وانا ضد الضرب وضد الاهانه على الاطلاق لاي كائن حتى المخطئ. لكن لما الست تبقى عارفه الشيخ بيقول لها او الاعلاميه الفلانيه بتقول لها او الاعلامي فلان بيقول لها انه مش من حقه ان هو يضربك اصلا ولا حقه ان هو يكلمك اصلا، فنسيب بقى الستات بقى تعمل اللي هي عايزاه. فين بقى قوه الراجل وشخصيته واعتباره ان هو رئيس مجلس اداره البيت وانه ليه بعض العقوبات؟ انا ما بقولش تضربوا الستات، ولا عايز حد يضرب الستات، لكن عايز الست تبقى فاهمه ان ده حق من حقوق الراجل يستخدمه لو هي اجبرته ان هو يستخدمه. وان حصل عليه. وان حصل وتجاوز الرجل وتجاوز الرجل وضرب لانه متضايق مخنوق لانه هو اللي غلطان، فلازم الزوجه تتحمل ذلك وتعتبره ان هي يعني تتصدق بهذه الضربه لوجه الغرز. اما بقى الاساتذه بقى اللي بيقولوا الضرب الشلاليت مين هيقبل بكده؟ محدش يقبل. ما يضربها ازاي؟ طيب حضرتك ما قلتش ازاي. لازم يضربها ازاي؟ لا حضرتك قلت يضربها وخلاص. ازاي يضربها؟ انا ما قلتش يضربها. يا ازاي قلت يضربها دلوقتي؟ انا بقول ان يكون حق من حقوق الزوج. طب يعني هيضربها؟ عارفه ان هو ممكن يضربها بايه بقى ولا ازاي؟ دكتور يضربها يا دكتور. ما حضرتك الكلام العام هيجي يحذفها بالمكوى. لا ما انت دلوقتي بتقول كلام عام. لا قول ازاي. انا ما قلتش. انا بقول لا ما ينفعش خالص بقى. ينفعش خالص؟ ما ينفعش خالص. انت عارف يا استاذنا، عارف يا استاذ مصطفى، انا جات لي واحده دكتوره زوجها برضه مرموق على طول بيضربها 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 ووصلت لمحاضر وبيرجع. انت ليه بتفرق بين مش عايزه تتطلق؟ هي مش عايزه تطلق عشان تربي ولادها، عايزه تعيش. ايه الحل مع الزوج ده يا استاذ مصطفى؟ انا قلت لها كده بعد كده عايزه تعيش وهو غاوي ضرب اضربيه اضربي تضربي تضربه تضربه نعمل مساواه. شكرا. برافو عليك يا شكرا.